ماذا كانت تفعل زوجة الرئيس السوري في روسيا؟ وهل صحت المعلومات المنشورة بشأن الهدف المعلن حول زيارتها إلى موسكو؟ أم أن وراء الأمر إجراءات سرية تتعلق بإعداد وريث الأسد المستقبلي الذي تؤهله السيدة الأولى في دمشق للحكم؟ على خطى والده يسير نجل الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى نهجه يخطط بمباركة القصر للحصول على كرسي الرئيس، ومن قبله الحصول تدريجياً على صلاحياته. ولا عجب في ذلك إن كان الداعم لسيناريو السيدة الأولى هو نفس الداعم لزوجها. أصبح لسيد الكريملين مشورة ذات أساس مكين في صناعة القرار السوري، وإن روج إعلام دمشق إلى نظرية الند بالند والحليف أمام الحليف، لكن يبدو أن أروقة القصور الحاكمة بها صورة أخرى كامنة لم تتضح أمام السوريين بعد. ما بين غمضة عين وانتباهتها، أصبح حافظ الأسد الحفيد الاسم الأول لدى وسائل الإعلام الروسية التي اعتادت تناول أحداث الشأن السوري وتصدير اسم الرئيس وحده في التقارير المنشورة عن دمشق. قررت جامعة موسكو منح الباحث حافظ بشار الأسد درجة الماجستير في الرياضيات الصرفة. كان ذلك القرار الرسمي الصادر عن لجنة مناقشة نجل الرئيس السوري التي أعلنت حصوله على تلك الدرجة العلمية. إلى هنا قد تبدو الأمور عادية في أروقة الجامعة الروسية الحكومية، لكن غير العادي هو تصدير الخبر بطريقة مركزة في وسائل الإعلام الروسية، ومن بينها قناة روسيا اليوم التي تعاملت مع الخبر باعتباره خبراً تاريخياً. المشهد الأكثر حضوراً في منح الدرجة العلمية لنجل الرئيس السوري هو تحويله إلى مراسم أشبه بمراسم التتويج بحضور لافت لوالدته أسماء الأخرس، وهو الخبر الذي لم تتعامل معه المعارضة السورية أبداً بحسن نية، حيث اعتبرت أن وراء الدرجة العلمية ملابسات أخرى. وسائل إعلام المعارضة اعتبرت أن ثمة عمليات تأهيل واضحة تقوم بها زوجة الرئيس السوري لضمان حصول نجلها على كرسي الرئاسة السورية مستقبلاً كما فعل والده من قبل. لكن الوالد حكم سوريا بعد رحيل والده حافظ الأسد وبمباركة حزب البعث، أما هذه المرة فالحكم يتم التمهيد إليه بمباركة السيدة الأولى. طريقة الاحتفاء الرسمي في سوريا بدت واضحة كمحاولة تمجيد وتمهيد للرئيس السوري القادم، حيث نشرت هيئة التمييز والإبداع في البلاد بياناً رسمياً تشيد فيه بقدرات نجل بشار الأسد وتميزه وإبداعه، فيما ذكرت تقارير محلية أن تلك الهيئة تندرج أيضاً تحت إشراف أسماء الأسد بشكل مباشر. زادت التقارير المتداولة بشأن تصدير حافظ بشار الأسد إلى المشهد السياسي السوري يقيناً بعد تأكيدات نجل وزير الدفاع الأسبق فراس طلاس بأن عملية التأهيل الرئاسي التي تباشرها أسماء الأسد بحق نجلها تضمنت افتتاح مكتب حافظ الأسد القديم في حي المالكي بدمشق، وذلك وفقاً لموقع آرام ميديا.